خلينا نروح لشريف شعبان مراسل قناة الأهلي واللي حضر مران الفريق صباح اليوم عشان يطمننا على كل ما يخص فريق النادي الأهلي في هذه الأيام الهامة جدا قبل مباراة مصيرية وحاسمة. يا شريف مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميل أمير، تحية لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. ما قلت بإذن الله الشناوي هيكون موجود إن شاء الله أساسي أو بديل، رؤية فنية بس بإذن الله النهارده، يمكن من تمرينه النهارده عشان طمن جماهير النادي الأهلي، والنهارده اكتفى بتدريبات الجيم ولكن الورم بدأ يقل شوية في رجليه، فبإذن الله بإذن الله هيكون موجود في المباراة أساسي أو احتياطي. لسه المباراة يوم السبت فهيبان، بس هو بإذن الله موجود في مباراة شباب الثورة الجزائري يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. فيما يخص بقى المران النهارده وكلام مستر لاسارتي مع اللاعبين والاستعداد إن شاء الله للمباراة الهامة أمام فريق شباب الثورة، طمنا بشكل كامل يا شريف على فريق النادي الأهلي. يمكن التدريب كان الساعة 11 ظهرا، يمكن مستر لاسارتي وكابتن حفيظ طبعا مدير الكرة وباقي الجهاز يمكن اجتمعوا مع اللاعبين حوالي ربع ساعة في أرض الملعب، اتكلموا عن مباراة فيتا كلاب وما ينفعش وما يصحش نتيجة هذه المباراة هو الهزيمة من فيتا كلاب مع كامل الاحترام للمنافس، ولكن الأهلي كان قادر على الفوز، الأهلي في مرحلة حرجة ولابد من الفوز على فريق شباب الثورة الجزائري وتقديم عرض مشرف يليق باسم النادي الأهلي لمصالحة جماهير النادي الأهلي والتأهل إلى الدور المقبل. يمكن اللعيبة تعهدوا مع في الجلسة اللي اتكلم فيها طبعا مستر لاسارتي وكابتن سيد على تقديم أداء مشرف وأداء قوي يصالحوا بيه شبيبة الثورة الجزائري يوم السبت المقبل. يمكن بعد هذه المحاضرة اللاعبين اللي شاركوا في مباراة فيتا كلاب طبعا كان النهارده عندهم تدريب خفيف، يمكن استشفى أكتر منه وتدريب ثم الإحماء في الملعب ثم على طول مغادرة الملعب وتدريبات الجيم ومغادرة ملعب مختار التتش. يمكن باقي اللاعبين اللي ما شاركوش في هذه المباراة يمكن النهارده كان عندهم تدريبة بدنية قوية، يمكن عمل تقسيمة رجع فيها الحمد لله حسام عاشور وصلاح محسن ومحمد نجيب العائد بعد فترة غياب طويلة، التقيل مستمر على الجانب الآخر لعمر جمال، طارق سليماني كابتن طارق سليماني طبعا مدرب الحراس صعد اثنين حراس ناشئين، يمكن حمزة ورمضان علشان خاطر طبعا الشناوي وعشان خاطر شريف إكرامي مش موجودين فصعد الاثنين الحارسين، وموجود طبعا علي لطفي النهارده اللي عمل النهارده يمكن التدريب في اخر او يعني زود بعد ما عمل التدريبات النهارده الخفيفه يمكن ختم تمرينه مع الكابتن طارق سليمان. يمكن مستر لاسارتي والجلسات مستمره على طول بانتظام، على طول حريص يكون في جلسات مع اللاعبي على لاعبي النادي الاهلي على حده. يمكن كان في جلسه مع سعد سمير حوالي خمس دقائق اتكلم فيها عن يمكن موقف سعد الفترة المقبلة، طالب سعد التركيز أكتر من كده، طالب سعد يكون يقدم طبعا يعني شكل أفضل من كده، ويمكن سعد يعني استقبل توجيهات الراجل بشكل كويس جدا، وسعد تعهد مع الراجل برضه إن هو هيكون على حسن ظنه الفترة المقبلة، إن سعد لعيب كبير ويعمل الفارق طبعا دايما في خط دفاع النادي الأهلي أو خط دفاع منتخب مصر. يمكن في نهايه المران احمد فتحي ما اكتفاش بالمران وكان حريص ان يكون في تدريبات اضافيه مع مدرب الاحمال، احمد فتحي عاوز يرجع نفسه بكل قوه، احمد فتحي عاوز يبقى ليه دور فعال الفتره المقبله علشان يفرق مع النادي الاهلي، ومين يقول ان احمد فتحي يعني ما يفرقش، احمد فتحي لاعب كبير، فباذن الله جماهير الاهلي الفتره المقبله هتلاقي احمد فتحي في ستايل جديد، احمد فتحي جديد في جديد باذن الله يعمل الفارق مع النادي الاهلي الفتره المقبله. واطمنك زميلي امير ان النادي الاهلي باذن الله يوم السبت هيكون في ظهور متميز، لان الناس اللعيبه يعني متعهده النهارده تعهدوا مع نفسهم على تقديم اداء مشرف، على تقديم اداء يليق باسم النادي الاهلي ومصالحه جماهيرهم باذن الله في الفوز على شبيبه الثوره الجزائري يوم السبت. زميلي امير اتفضل. ان شاء الله بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.